لمزيد من التحليل والوقوف ماليا على تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة ينضم إلينا من استوديو النيل بالقاهرة الأستاذ خالد داود مدير تحرير الأهرام ويكلي. أهلا بك معنا أستاذ خالد. أهلا أستاذة منى. أستاذ خالد يعني دعني أستعيد بداية حرب غزة. منذ بداية هذه الحرب وهناك تخوفات في الأفق أنها ربما تمتد على المستوى الإقليمي وتصبح حرب إقليمية حتى ولو كانت محدودة، والآن وفي أعقاب هجمات الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وأيضا واشنطن تخرج علينا بتكوين تحالف دولي متعدد الجنسيات لردع هذه الهجمات. يعني واشنطن من قبل قالت أن هذه أزمة لابد أن يكون لها رد دولي عليها. برأيك أستاذ خالد، يعني ما هي الخطوط الحمراء لهذا الرد الدولي؟ ما هي السيناريوهات المحتملة يعني برأيك حسب توقعاتك لرد إقليمي، وهل تندلع مزيد من الصراعات في المنطقة؟ نعم، يعني بداية أستاذة منى، يعني بالفعل كما أشرت حضرتك، منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر وهناك تخوفات حقيقية من توسع هذا الصراع ليشمل دول أخرى في المنطقة، والدولة الأقرب بالطبع هي لبنان في ضوء يعني الصراع المعروف بين حزب الله وإسرائيل والذي شمل عدة حروب يعني بين الطرفين. وبالفعل هذه الجبهة ساخنة بكل تأكيد، ونشهد يوميا تبادل للقصف حتى هذا اليوم الذي نتحدث فيه، وهناك قتلى من الجانب الإسرائيلي وقتلى من جانب حزب الله، وكذلك طبعا الجبهة المشتعلة الأخرى في البحر الأحمر مؤخرا مع إعلان الحوثيين أنهم سيستهدفون السفن المتوجهة إلى إسرائيل سواء لتزويدها بالنفط أو بأي بضائع أخرى، وكذلك الجبهة السورية والعراقية ليست بعيدة، لأن في كل هذه الدول التي أشرت لها سواء لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن، فمن الناحية العملية والواقعية هي تحتفظ بعلاقات قريبة مع إيران، ووفقا يعني لكل التقديرات هي تحظى أيضا بدعم كبير من الجانب الإيراني سواء من ناحية التسليح أو حتى الدعم السياسي. ولكن يعني قرار الحوثيين باستخدام المسيرات والصواريخ لاستهداف السفن سواء سفن تنقل نفط أو بضائع أخرى في البحر الأحمر، يعني جاء ربما كيعني هدية على طبق من فضة للجانب الأمريكي لكي يزيد من تدخله في منطقة البحر الأحمر والتحكم في عملية الملاحة هناك وتشكيل ذلك التحالف الذي أعلن عنه وزير الدفاع الأمريكي في أثناء زيارته الأخيرة لإسرائيل لويد أوستن. ولكن يعني اللافت أن هذا التحالف حتى الآن يضم 10 دول ليس من بينها أي من الدول الإقليمية الرئيسية المطلة على البحر الأحمر، وأنا أعني هنا مثلا بالتحديد طبعا مصر والسعودية وعمان ويعني السودان طبعا رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها هذا البلد الشقيق، ويعني لا يوجد سوى البحرين، وطبعا يعني مع كامل الاحترام لدولة البحرين فإمكانياتها العسكرية للمساهمة في هذا التحالف ليست كبيرة، وبالتالي يعني التحالف عمليا يقتصر حتى الآن على دول غربية الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وأسبانيا، يعني نحو 10 دول حتى الآن، وإن كان لويد أوستن وزير الدفاع قال أنهم أرسلوا دعوات إلى 44 دولة ويتوقع انضمام المزيد. ولكن يعني من طب الحديث يا أستاذ خالد، يعني لا يوجد مبرر. تفضلي. عذرا للمقاطعة، بالحديث عن لويد أوستن يعني وهو الذي تحدث عن هذه القوة الدولية أو عن هذا التجمع في البحر الأحمر، يعني من داخل إسرائيل من قلب إسرائيل بحجة ربما حماية التجارة الدولية، ما الغرض الحقيقي من وراء مثل يعني تشكيل هذا التجمع أو هذه القوة؟
يعني من المؤكد هو ترسيخ التواجد الامريكي المكثف في هذا الممر الملاحي المهم. ويعني يعني من ولكن انا اللي كنت عايز اقوله ان من المؤكد حتى الان يعني الهجمات التي قام بها الحوثيين لا تمثل مثل هذا التهديد الضخم لحريه الملاحه في البحر الاحمر، في ضوء اعلان الحوثيين انفسهم انهم لا يستهدفون سوى السفن المتوجهه الى اسرائيل. وفي الواقع يعني الصور الاقمار الصناعيه حتى الان تفيد ان ميناء إيلات في إسرائيل تقريبا خالي من السفن. يعني هذا ما قاله الحوثي تحديدا خالد، هذا ما أيضا ورد على لسان الحوثي. ذكرت في بداية الحديث ربما أنه أمريكا تريد زيادة التحكم في هذه المنطقة، في منطقة البحر الأحمر، ولكن ما رأيك بأن يكون ربما هذا التجمع هو لإعطاء مزيد من الوقت لإسرائيل؟ هو في الواقع الأمر برمته أستاذة ليلاس يعني سينتهي إذا توقفت الحرب في غزة. ولعلك تتذكرين أنه عندما تم التوصل إلى الهدنة القصيرة التي كانت مدتها أسبوع قبل فترة، يعني قبل بداية شهر ديسمبر الحالي واستئناف الإجرام الإسرائيلي في غزة، لم يقوم الحوثيين خلال ذلك الأسبوع بتوجيه لا طائرات مسيرة ولا ضربات للسفن. ولكن أعتقد أن المشكلة تمثلت في قرار شركات الشحن الرئيسية في العالم وكذلك شركة بريتش بتروليوم. نحن نعلم يعني شركة بريتش بتروليوم من كبريات الشركات المنتجة للنفط في العالم وقرارها بالتوقف عن استخدام البحر الأحمر حتى يتم التوصل إلى يعني تسوية ما. فهو المخرج الحقيقي في الواقع يعني هو وقف الحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي على غزة، وبالتالي لم نرى لا هجمات من الحوثيين أو تصعيد على الجبهة اللبنانية أو تصعيد في الجبهة السورية والعراقية. إذن لما لا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعلاج المسبب الرئيسي وهو الحرب في غزة، لما تقوم بمعالجة تداعيات هذه الحرب بدلا من إيجاد يعني مخارج لها؟ يعني أنا أعتقد أستاذ ليلاس أن هذا هو ما يحدث عمليا الآن. يعني أعتقد أن الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات واسعة جدا بعد استخدامها لحق النقد الفيديو قبل أسبوع في مجلس الأمن لمنع صدور قرار من دولة حليفة هي الإمارات يدعو لوقف الحرب في غزة. كان من المفترض أن يكون هناك تصويت الآن عندما نتحدث في مجلس الأمن مرة أخرى على مشروع قرار جديد يجري التفاوض عنه على بشأنه على أعلى المستويات في العواصم المختلفة المعنية بمشاركة قوية من مصر والإمارات والسعودية قطر من أجل التصويت على قرار. يعني هذه المرة الخلاف يدور ربما حول كلمة واحدة تتعلق بإذا ما كان دولة الإمارات والدول العربية مصر والدول الأخرى يطالبون بوقف العمليات العسكرية والولايات المتحدة تطالب بتغيير هذه اللغة لتكون بتعليق العمليات العسكرية. وأعتقد أن التصويت سيتم غدا في مجلس الأمن، وكافة التوقعات تشير إلى أنه سيتم الموافقة على هذه الهدنة الإنسانية، ليس تعاطفا بصراحة من الولايات المتحدة مع المأساة التي يعيشها الفلسطينيين، ولكن بسبب الضغوط الداخلية التي واجهها رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى، خاصة في أعقاب فضيحة قتل 3 من الأسرى الإسرائيليين على يد جنود جيش الاحتلال في غزة رغم رفعهم الراية البيضاء ورغم خروجهم من دون ملابس في محاولة لإنقاذ حياتهم. منذ ذلك الوقت نشهد مظاهرات متواصلة في الداخل الإسرائيلي للمطالبة بمثل هذه الهدنة الإنسانية، إلى جانب أنه من الناحية العملية وذكرت ذلك يعني مجلة بوليتيكو الأمريكية اليوم أن الرئيس بايدن وإدارته وفي الواقع العالم بأجمعه يعني سائم هذه الحرب. ونحن بالنسبة لنا في العالم العربي على الأقل ليست المسألة تتعلق بدجر أو سائم، ولكن يعني بنوع من أنواع الصدمة والغضب من هذا الكم من القتل الذي يمارس بشكل يومي بحق الفلسطينيين، لدرجة أن نتحدث اليوم عما يقترب من 20,000 من الضحايا من الفلسطينيين، 9,000 منهم من الأطفال إلى جانب أعداد كبيرة من النساء. فبالتالي يعني هذا هو المتوقع، والرسائل التي يتم إبلاغها إلى الإسرائيليين غالبا في الغرف المغلقة وليس في العلن أنه يجب البدء في يعني التخفيض التدريجي لهذه الحرب المكثفة التي نشهدها على مدى الأسابيع الماضية، وربما التوصل وإعلان هذه الهدنة الإنسانية بنهاية
نهاية هذا العام أو بحلول أعياد الميلاد، نحن نتحدث في أيام فقط. وكما أشرت، إذا صوت مجلس الأمن غدا ولم تقوم الولايات المتحدة مرة أخرى بممارسه حق النقد الفيتو في مواجهة بقية كل أعضاء مجلس الأمن، فنحن نتحدث بالفعل ربما عن اقتراب لهدنة إنسانية جديدة، والتي يعني أتمنى ويتمنى العالم بأجمعه أن تكون يعني ليس فقط هدنة، ولكن وقف لإطلاق النار ووقف لهذا الجنون الذي يجري في الأراضي الفلسطينية وفي غزة تحديدا. نعم، تحدثت عن أن هذا يعني هذه المواقف من قبل أمريكا ليس تعاطفا أمريكيا، ولكنه نابع من الضغوط التي تمارس عليها من الداخل أيضا ومن سائر دول العالم. كما ذكرت، هذه المظاهرات التي تندد بهذا الموقف الداعم اللامحدود الأمريكي لإسرائيل، يعني هل تعتقد أن يعني هذه الرسائل الموجهة لإسرائيل كما ذكرت منذ قليل، ربما يكون هناك أيضا رسائل لسائر العالم من هذا الحراك الدبلوماسي، يعني جولة لمستشار الأمن القومي الأمريكي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، ثم تأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضا لإسرائيل والبحرين وقطر، يعني بما تفسر هذه الخطوات الدبلوماسية أو ما الهدف من هذا الحراك الدبلوماسي الأمريكي الداعم لإسرائيل؟ نعم أستاذة منى، يعني هو في الأمر الواقع الولايات المتحدة معزولة على المستوى الدولي، وفي تصويت مجلس الأمن الأخير الذي تم قبل أسبوع 13 دولة وافقت على مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات، ودولة واحدة فقط هي بريطانيا التابع المعتاد لواشنطن امتنعت عن التصويت. فبالتالي هذه كانت رسالة واضحة من العالم بأجمعه، إلى جانب الرسالة ربما الأكثر أهمية وإن لم تكن ملزمة من الناحية القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق النار، وعشر دول فقط بينها طبعا أمريكا وإسرائيل هي التي صوتت ضد هذا القرار. وده كان ارتفاع يا أستاذة منى من القرار الأول اللي طلعته الجمعية العامة، 120 دولة فقط كانت قد صوتت لصالح القرار، هذه المرة 153 دولة. وكما أشرت حضرتك أيضا الضغوط الداخلية، يعني احنا اليوم نشرت صحيفة نيويورك تايمز استطلاع للرأي بالاشتراك مع أحد الجامعات الأمريكية، وأظهر أن الغالبية العظمى من الشباب الأمريكي، ما يقترب ربما من 60% من الشباب الأمريكي في الفئة العمرية ما بين 18 عام إلى 30 عام، تطالب بوقف فوري للحرب وتدين طريقة بايدن في التعامل مع الحرب القائمة في غزة، إلى جانب وده يعني ربما الجانب الأهم في استطلاع الرأي تغيير العلاقة التاريخية التي تربط بين الولايات المتحدة وإسرائيل، واعتبرها بقرة مقدسة لا يجوز توجيه أي انتقادات لها. فيعني واحنا مقبلين على عام الانتخابات في الولايات المتحدة بالانتخابات التمهيدية وانتخابات الأولية لاختيار مرشح كل حزب، ستبدأ مطلع العام المقبل في ولاية أيوا ونيو هامشير. فبالتالي يعني كل هذه الضغوط تمارس على الإدارة الرئيس بايدن الحالية، خاصة في ضوء أن استطلاعات الرأي أيضا تفيد أن بايدن متراجع أمام منافسه الرئيسي دونالد ترامب الرئيس السابق، لأن يعني بجانب الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي فهناك أيضا يعني، لكن هل ترى أنه يعبأ بهذه الانقسامات بهذه المهمة من الأساس داخل الحزب وداخل الكونغرس؟ هل يعبأ بهذه الانقسامات ويعطيها يعني أي من الاهتمام في اتخاذه لقراراته الداعمة العسكرية تحديدا والدعم اللامحدود المادي أيضا لإسرائيل؟ بكل تأكيد، يعني يعني الشباب داخل الحزب الديمقراطي هم قوة مؤثرة في التصويت، ومن المؤكد أنه لا يريد أن يرى تكرار للسيناريو الذي حدث في العام 2016 في المنافسة بين هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة والرئيس دونالد ترامب، عندما امتنع الشباب إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لأنهم لم يكونوا مقتنعين بهيلاري كلينتون ك يعني مرشحة تمثل آرائهم، وانتهى الأمر بفوز يعني ترامب
في تلك الانتخابات، فهم كتلة مؤثرة. والمشكلة وحتى التأثير الولايات المتأرجحة ما بين الجمهوريين والديمقراطيين الشباب إلى صناديق الاقتراع، ده بكل تأكيد. يعني المشكلة في عدم توجه الشباب لصناديق الاقتراع كما حدث في 2016، وأيضا الولايات المتأرجحة كما أشرت حضرتك زي ولاية ميتشيغان حيث يتركز العرب والمسلمين هناك، ولاية مهمة، ولاية متأرجحة لها عدد كبير في المجمع الانتخابي الأمريكي، وكانت فيصلية في انتخابات سابقة أيضا. الأمريكية والإسلامية الأمريكية قالوا بوضوح أنهم لن يصوتوا هذه المرة لصالح بايدن بسبب موقفه من الحرب الدائرة في غزة وانحيازه المطلق يعني للجانب الإسرائيلي وعدم رؤيته يعني لكل هذا الكم من الدماء التي تسيلها إسرائيل يوميا في الأراضي الفلسطينية وتجاوز كل حتى معايير قوانين الحرب. احنا بنتحدث عن اجتياح لمستشفيات، آخرها مستشفى العودة في شمال قطاع غزة حصروها لمدة 12 يوم، وبعد ذلك يعني يتم اعتقال الأطباء وكل من يفوق عمره 16 سنة، اعتداء على مدارس الأمم المتحدة التي ترفع راية الأمم المتحدة. وده السبب أستاذة منى أنه هو في القرار الذي يتم تداوله الآن في مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش لا يقترح فقط وقف إطلاق النار، ولكن يطالب بوجود قوة لمراقبة، قوة غير مسلحة لمراقبة وقف إطلاق النار هذا، ولضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي لا يجب أن تقتصر على الغذاء والماء ولكن مواد أخرى كثيرة يحتاجها الشعب الفلسطيني الذي يتم استخدام الجوع ضده كسلاح آخر بجانب قصف الطائرات المتواصل والمدفعية وكل ما نراه من جرائم حرب ترتكبها إسرائيل. فمن المؤكد أن بايدن يتعرض لضغوط كبيرة، ولكن لا يمكن أيضا إنكار أن المؤسسة الرسمية الحاكمة الأمريكية تبقى منحازة لإسرائيل. والإحصاء اللي أنا قلت لحضرتك عليه من النيويورك تايمز بيشير أن الحزب الجمهوري مقابل يعني الشباب في الديمقراطيين يؤيدوا حقوق الفلسطينيين، ولكن الحزب الجمهوري 75% منه ما يزال يؤيدون بقوة إسرائيل ويؤيدون استمرار الحرب. فبالتالي بايدن في موقف صعب وعليه القيام بالكثير من التوازنات من أجل تدعيم فرصه في الفوز في الانتخابات. طيب دعني أعود معك أستاذ خالد إلى المؤتمر الصحفي ربما الذي عقده الويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالنت. يعني أبرز ما قاله أوستن في هذا المؤتمر: لا نملي إطارا زمنيا لإسرائيل في هذه العملية البرية. ما الذي يفهم من مثل هذه التصريحات من وزير الدفاع الأمريكي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن الذي تحدث فيها ربما وأكد على موضوع الإطار الزمني؟ يعني شوف حضرتك أستاذة ليلاس، يعني مع عادة ما يقال في العلن يختلف عن ما يقال داخل الغرف المغلقة. من الناحية في العلن لن يخرج أي مسؤول أمريكي ويقول يجب على إسرائيل وقف الحرب في التاريخ الفلاني أو في خلال الفترة الفلانية، ولكن داخل الغرف المغلقة، وده جزء من الطريقة الأمريكية في إدارة شؤون السياسة الخارجية، التسريبات التي يتم تمريرها لكبريات الصحف أو لمحطات التلفزيون زي ولكن بايدن قالها أستاذ خالد، قال بأنه يجب أن يتوقف هذا القصف العشوائي، يعني على حد يعني ذكر بايدن تحديدا لإسرائيل. بالضبط، وده كان وده كان امر لافت. مجرد استخدامه لكلمه indiscriminate bombing، القصف العشوائي، كان امر يعني حتى لم يكرره مسؤولين امريكيين اخرين بعد ذلك، لانه كان يعني له تاثير ربما يضر الرئيس الامريكي في ضوء النفوذ المتنامي لللوبي الصهيوني. لم يكرره جاك سوليفان في زيارته للمنطقه، لم يكرره لويد اوستن عندما زار وعقد المؤتمر الاسرائيلي وعقد المؤتمر الصحفي مع جالنت ومع بنيامين نتنياهو. فكلمه القصف العشوائي لم تتكرر مره اخرى، ولكن يعني بايدن معروف ب يعني هفواته وكلماته وزلات لسانه. ف لكن من الناحيه العمليه خالد، هل يمكن فصل ربما أن الخلافات أن السياسيه وما يقوله بايدن عن ما يقول وزير الدفاع الامريكي؟ يعني وزير الدفاع الامريكي ربما لا يستطيع التصريح بهكذا تصريحات او الاستغناء عن اسرائيل وهي في حاله حرب، ولكن اتجاه بايدن ربما السياسي يختلف عن الاتجاهات العسكريه والدعم العسكري والاستراتيجي لاسرائيل من قبل امريكا.
والله في الواقع أستاذة ليلاس يعني هو أوستن قال كلام شبيه ولكن لم يستخدم نفس اللغة، لأن أوستن أيضا لا ننسى أنه كان له خبرة طويلة في حرب العراق، وهو وفي يعني وهو قال للإسرائيليين أنه يجب التعلم من دروس العراق ومن دروس أفغانستان، وقال أيضا يعني لم يذكر كلمة قصر عشوائي، ولكن قال أن يعني ضرورة استراتيجية لحماية أمن إسرائيل التوقف عن قتل المدنيين، وذلك لتجنب خلق المزيد من التعاطف مع حماس. يعني هو قال في وقت سابق في تصريحات في واشنطن أنه يجب يعني ربما يكون هذا الكم من القتل يؤدي إلى انتصار تكتيكي ولكن يؤدي إلى هزيمة استراتيجية، لأن في النهاية يتحدث نتنياهو ويتحدث وزراء الدواعش والمتطرفين عن التخلص من حماس والقضاء على حماس، ولكن ما يجري الآن عمليا وفقا للاستطلاعات الرأي التي تجري في الأراضي الفلسطينية يؤدي إلى زيادة شعبية حماس بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة. فيعني هذا هو الأمر الذي أشار له لويد أوستن، إلى جانب أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة تسعى لمثل هذه الهدنة. أكيد حضرتك تابعتي أمس الاجتماع الذي جرى في بولندا بين مدير السي آي إيه ويليام بيرنز ورئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري تمهيدا للتوصل إلى مثل هذه الهدنة. فبالتالي يعني من المؤكد أن ما يقال في العلن يجب أن يؤكد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والدعم الذي لا يهتز للعدو الإسرائيلي، ولكن داخل الغرف المغلقة يطالبونهم، وذلك وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أيضا، بالانتقال إلى مرحلة أخرى من الحرب يسمونها مرحلة العمليات الجراحية، عمليات صغيرة، ولكن يعني حتى لو تطلب ذلك الاحتفاظ بقوات داخل قطاع غزة من أجل استهداف قيادات حماس أو من أجل تدمير الأنفاق أو من أجل تحرير أسرى، فهذا هو ما يقول الأمريكيون الآن. حتى لو لم يتم التصريح بذلك علنا لم تكن لتجري تلك المفاوضات في بولندا لو لم تكن إدارة بايدن تسعى بالفعل إلى التوصل لمثل هذه الهدنة الثانية التي نأمل أن تأتي يعني من أمس وليس غدا، ولكن أعتقد أننا في خلال الأيام المقبلة سنشهد الإعلان عن هذه الهدنة. وكما نأمل أيضا أن يخرج علينا مجلس الأمن بما هو يطمح له الشعوب العربية. على ذكر مجلس الأمن أستاذ خالد، يعني وشعوب العالم يا أستاذة منى ليس فقط الشعوب العربية، شعوب العالم الآن تطالب وقف هذه الحرب يعني وفي داخل أمريكا نفسها. نعم، هذه وحدة صف جديدة تعاطفا مع الإنسان بصفة عامة. أستاذ خالد، يعني المشروع القرار المقدم من المجموعة العربية لمجلس الأمن يعني هو محاولة عربية، لكن على الجانب الآخر اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقائه بوزير الدفاع اليونان يعني كان هناك حديث دار حديث حول الجهود المصرية المبذولة لمحاولة وقف إطلاق النار دائم وأيضا إفادة المساعدات الإنسانية دون أي عوائق. هذه الجهود المصرية التي أيضا حث عليها وزير الخارجية سامح شكري لنظيره الأمريكي لدعم مشروع القرار، كيف تقرأ هذه الجهود المبذولة من قبل الجانب المصري؟ شوف يا حضرتك استاذه منى، يعني الجهود المصريه يعني حاسمه في هذه الحرب منذ بدايتها، ويعني نستطيع القول ويقر بذلك كافه المراقبين انه لولا الموقف المصري في البدايه لما دخلت الشاحنات من الاساس رغم قله عددها ورغم انها لا تتناسب مطلقا مع احتياجات الجانب الفلسطيني داخل قطاع غزه، ولكن لولا الموقف المصري الصارم انه لن يخرج اصحاب الجنسيات المزدوجه من قطاع غزه الا لو دخلت شاحنات المساعدات الانسانيه لما كنا شاهدنا بدء هذا الأمر. الدور المصري كان حاسما أيضا في عملية المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى، عملية التبادل التي تمت خلال الهدنة التي استمرت أسبوع، وحضرتك شفتي والعالم رأى كيف كان يأتي الرهائن أو الأسرى الإسرائيليين إلى معبر رفح ثم يعودون بعد ذلك مرة أخرى إلى الجانب الإسرائيلي. وكذلك يعني الاتصالات المصرية معروفة أنها يعني مكثفة مع حركة حماس، حتى لو كان هناك يعني بعض
بعض الخلافات التي حدثت في الماضي، ولكن الآن الموقف مختلف. أعتقد أن أنا وأثناء قدومي هنا قرأت أن السيد إسماعيل هنية سيأتي إلى القاهرة غدا للقاء المسؤولين المصريين، فكل هذه التحركات، التحرك المصري في مجلس الأمن أيضا بالتعاون مع بقية الدول العربية، السيد عباس كامل وزير المخابرات التقى في الدوحة مع مدير المخابرات الأمريكية CIA ومع رئيس الوزراء القطري ومع رئيس الموساد الإسرائيلي، فبالتالي مصر دورها حاسم وحيوي في كل الأمور التي تجري. وأعتقد أن أيضا يعني خبراتنا الكبيرة في داخل مجلس الأمن في الأمم المتحدة تساهم بشكل كبير ربما في التوصل لهذه اللغة التوافقية، لأنه يعني حتى من خلال خبرتي في التعامل في الأمم المتحدة هؤلاء الدبلوماسيين لا ينفذون سوى ما يأتي لهم من تعليمات من العواصم التي يتبعونها، وبالتالي يتم بعد كده الخلاف حوالين اللغة المستخدمة، كلمة واحدة قد توقف مشروع القرار، وبالتالي بدلا من كلمة وقف يتم استخدام كلمة تعليق. الاتفاق بشأن نوع المراقبة الأممية التي ستتم للوقف إطلاق النار في غزة، كل هذه الأمور مصر لها دور يعني مهم للغاية في هذا الأمر وتقر به. والرئيس الأمريكي نفسه قال بايدن في تصريحاته الأسبوع الماضي أنه قضى ساعات طويلة في الحديث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع نظيره في قطر وكل المسؤولين الآخرين في المنطقة من أجل يعني العثور على مخرج لهذه الحرب المجنونة التي تجري في غزة، الكابوس الذي يجري في غزة. نعم، ومصر هي التي يعني حذرت على لسان رئيس عبد الفتاح السيسي في بداية هذه الأزمة من أن من يعني التخوفات من أن تتسع دائرة القتال، وهو ما يحدث الآن حقيقة، وكان هناك رؤية مستقبلية في هذا الإطار. على أي حال بشكرك شكر جزيل أستاذ خالد داود مدير تحرير الأهرام ويكلي، شكرا جزيلا لوجودك معنا في القاهرة الإخبارية.